لمقاطعة محمد رمضان بسبب إعلان تعرض لهجوم شديد اللهجة وما كشفه صادم. تعرض محمد رمضان لهجوم كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك بعد ظهوره في فيديو الحملة إعلانية لشركة كوكاكولا إحدى شركات المقاطعة. وفور نزول الإعلان عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام واجه حملة شرسة من المتابعين، وأشاروا إن الشركة اللي بيعلن عن منتجها من ضمن شركات المقاطعة التي تدعم الكيان في حربه على القطاع. وجاءت التعليقات كالتالي: علق أحدهم: من كم شهر كنت هنستخدمها امتى؟ أسلحتنا وجيشنا وجيوشنا. من كم شهر كنت طالع تزعق ودلوقتي جاي تعمل إعلان لأكبر شركة داعمة للاحتلال؟ دفعوا لك كام عشان تدعمهم؟ مقاطعة محمد رمضان. وسابقا حذف رمضان فيديو له بيعلن فيه ان حفلته في لبنان قائمة وانه سيحضرها برغم اي ظروف. فلاقى كثير من التعليقات والسخرية والتنمر بسبب الفيديو فاضطر لحذفه. قال ايه في الفيديو؟ حفلتي في بيروت هتكون في ميعادها، ولو قفلوا الخطوط الجوية هاجلكوا بالخطوط البحرية. وكان ميعاد الحفلة 7 اغسطس الحالي. وقد اعلن عن حفلته القادمة في ليبيا وعلق قائلا: الجمهور الليبي الغالي، معادنا الجمعة القادمة في ختام مهرجان سيف بني غازي، ثقة في الله أقوى حفلة في ليبيا. حملة لمقاطعة محمد رمضان بسبب إعلان